طيب برضو عايزين نعرف حضراتكم انه كابتن سامي قمصان هو كمان كان ليه مجموعه من التصريحات اللي اتكلم من خلالها عن ان الفريق حقق المطلوب منه وان المدير الفني بيتعامل مع كل مباراه على حده بتركيز كامل 100%. تعالوا نشوف كابتن سامي قمصان قال ايه. اتفضل. اولا طبعا ثلاث نقاط مهمين جدا بالنسبه لنا، يعني انت اتكلمت على الاصابات واتكلمت على ضغط المباريات واتكلمت على موقفنا الافريقي، فكل الحاجات دي طبعا عوامل غير الاصابات بقى اللي احنا بنلحقها الفتره اللي فاتت دي كلها. لكن رغم كده الحمد لله بتقابل برضو فرقه منظمه من اول موسم، كابشا وعامل معاها شغل كبير جدا، منظمين تكتيكيا، بيلعبوا سيستم لاعب مميز. الماتش سهل لنا في الاول، احرزنا هدفين اعتقد، يعني الجون اللي دخل فينا في نهايه الشوط الاولاني دي مأثر علينا شويه، لكن الحمد لله ان اللعيبه ترجع وتقدر تحافظ على المكسب ده، اعتقد ان دي حاجه ايجابيه. لكن خطوه مهمه خدناها الحمد لله، خدنا ثلاث نقاط مهمين بالنسبه لنا نعزز بيها موقفنا في الدوري. لكن بقى الاهم ان شاء الله بقى المباراه اللي جايه، خصوصا مباراه سان داونز، يعني ان شاء الله نستعدلها بشكل كويس وان شاء الله ربنا يكتب لنا فيها التوفيق ان شاء الله. الايجابيات بتكون مستمره الحقيقه في كل مباراه. القندوسي مميز جدا الحقيقه، طاهر، محمد طاهر، بنشوف كمان رافت خليل، بنشوف عدد من اللعيبه. الامور دي بتتحسم ازاي بالنسبه للجهاز الفني؟ لان انت محتاج الكل يكون جاهز يا كابتن سامي، في اي وقت يكون مطلوب يكون جاهز. الدور ده بتقوموا بيه ازاي كجهاز فني بالكامل يا كابتن؟ هو دور ده الحاجه اللي دايما الراجل بيتكلم عليها، يعني المهم جدا تجهز كل اللعيبه. يعني يمكن احنا فتره قريبه جدا كل اللعيبه شاركت، يعني حتى اللعيبه الصغيره، انت بتقول رأفت واشرف وكوكا وفخري قبل كده، فكل الناس شاركت يعني. وده الاهم بالنسبه لنا، ان انت تجهز اللعيبه بشكل كويس بدنيا وفنيا وخططيا، عشان لما يبقى طلب منه اي دور يقدر ينفذه. يعني فاعتقد الحمد لله زي ما انت قلت النهارده طاهر بيأدي اداء مميز، قندوسي بيواصل، رأفت بيخش في الاجواء اكتر واكتر وبياخد خبرات اكتر واكتر، فالحمد لله دي حاجات ايجابيه. لكن زي ما انا قلت لك الحمد لله دي خطوه وانتهت بالنسبه لنا، ان شاء الله نفكر بقى في التحدي الكبير اللي بالنسبه لنا مباراه صن داونز ان شاء الله. الاخير مش هطول عليك يا كابتن سامي، الفصل مهم جدا في هذه المرحله ان انت تفصل عن بطوله الدوري العام وبطوله افريقيه، لان انت هنقول 2-1 مباراتين بالنسبه لسفريه واحده، لكن مباراتين مهمين جدا لفريق النادي الاهلي. الاستعداد هيكون ازاي والرغبه وحاله اللاعبين قبل السفر ازاي يا كابتن؟ زي ما انت قلت خطوتين مهمين جدا، يعني مهم جدا ان انت تاخدهم الاثنين، خصوصا بعد طبعا النهارده مكسب الهلال. المجموعه بقت صعبه اكتر يعني، لكن ان شاء الله في ايدينا واللعيبه قادره على كده واتحطت في الموقف ده قبل كده، ان شاء الله نقدر نعدي المباراتين ونحسن وضعنا في الجدول، وان شاء الله نفكر بقى في اللي جاي باذن الله.